السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب مدارس المحور الدولية. سنواصل معا إن شاء الله مادة الرياضيات للصف الخامس، واليوم سنكمل درسنا الأنماط. كنا قد تعرفنا على معنى النمط العددي، وهو مجموعة من الأعداد مرتبة وفق قاعدة معينة. مثال: أكمل الأنماط التالية: 1 4 7 10. في النمط الأول كان قاعدة النمط هي إضافة 3 في كل مرة. نتأكد: 1 زائد 3 4 زائد 3 7 زائد 3 10، ونكمل النمط. في النمط الثاني: 1 2 4 8. نلاحظ أن قاعدة النمط هي الضرب في 2 كل مرة. 1 ضرب 2 2 2 ضرب 4 2 ضرب 2 4 4 ضرب 2 8، ونكمل النمط. 8 ضرب 2 16 ضرب 2 32 ضرب 2 64. في النمط الثالث: 28 24 20. نلاحظ أن قاعدة النمط هي طرح 4 في كل مرة. في النمط الرابع: 64 32 16. نلاحظ أن قاعدة النمط هي القسمة على 2 في كل مرة. في النمط الخامس: قاعدة النمط هي مربعات الأعداد. مربع العدد 1 هو 1، مربع العدد 2 4، مربع العدد 3 9، مربع العدد 4 16، ونكمل. مربع العدد 5، مربع العدد 6، مربع العدد 7. في آخر نمط: قاعدة النمط هي مكعبات الأعداد بدءا من العدد 1. 1 تكعيب 1، 2 تكعيب 8، 3 تكعيب 27، 4 تكعيب 64، 5 تكعيب 125، 6 تكعيب 216. كان معنا واجب تمارين ومسائل صفحة 73. الآن سنحلها سويا لنتأكد من الإجابات. السؤال الأول: أكمل النمط بكتابة الأعداد 3 التالية في كل مما يأتي: ألف 10 12 15 19 24. في هذا النمط كانت القاعدة هي إضافة الأعداد المتتالية بدءا من العدد 2. لاحظ: 10 زائد 2 12 12 زائد 3 15 15 زائد 4 19 زائد 5 24. الآن سنضيف العدد 6: 24 زائد 6 30 زائد 7 37 زائد 8 45. ب 16 8 4 2. قاعدة النمط هي قسمة على 2 في كل مرة. نكمل النمط: 2 تقسيم 2 1، 1 تقسيم 2 نص، ونصف تقسيم 2 ربع. في جيم: لاحظ أن النمط هو عبارة عن كسور، البسط ثابت لكن المقام هو الذي يتغير. كيف؟ بأن نضرب المقام في 3، المقام فقط والبسط ثابت. لاحظ: 3 9 27 81 3 ضرب 3 9 9 ضرب 3 27 ضرب 3 81. اضربه في 3 243 ضرب 3 729 ضرب 3 2187. ولا تنسى أن البسط ثابت وهو 1. في السؤال الثاني: أجب عن الأسئلة الآتية اعتمادا على مثلث الأعداد التالي: مثلث باسكال. كنا قد شرحناه في أمثلة الكتاب صفحة 71، أرجو العودة له وتذكره. ألف: أكمل كتابة الصف 8 والـ9 والـ10. مثلث باسكال يتميز بأن على الأطراف وحدات فقط، أما الأرقام التي في الداخل فهي عبارة عن جمع كل العددين على الطرف. في الصف الأول 1 فقط، في الصف الثاني 1 و1 على الطرفان، في الصف الثالث 3 أرقام: 1 والـ1
على الأطراف كما اتفقنا، أما الاثنين كانت من 1 + 1 = 2، وكان الناتج في النص. الصف الرابع نفس الشيء، والخامس والسادس. نكمل الصف الثامن والتاسع والعاشر على الأطراف 1، ونجمع 1 + 6 = 7، 6 + 15 = 21، 15 + 20 = 35، 20 + 15 = 35، 15 + 6 = 21، 6 + 1 = 7. الصف التاسع على الأطراف 1 1، 1 + 7 = 8، 7 + 21 = 28، 1 + 35 = 56، 35 + 35 = 70، 35 + 21 = 56، 21 + 7 = 28، 7 + 1 = 8. الصف العاشر على الأطراف 1، والأرقام التي في المنتصف 1 + 8 = 9، 8 + 28 = 36، 28 + 56 = 84، 56 + 70 = 126، 70 + 56 = 126، 56 + 28 = 84، 28 + 8 = 36، 8 + 1 = 9. ب. جد ناتج جمع الأعداد في كل صف ذهنيا. في الصف الأول الناتج 1، بالثاني 2، بالثالث 4، بالرابع 8، الخامس 16، السادس 32، السابع 64، الثامن 128. جيم، هل يعد ناتج جمع الأعداد في كل صف نمطا؟ اكتبه إن وجد. نعم هو نمط. ما قاعدة النمط؟ الضرب في 2 كل مرة. لاحظ 1 ضرب 2 = 2، 2 ضرب 2 = 4، 4 ضرب 2 = 8، 2 ضرب 2 = 16، 2 ضرب 2 = 32، 2 ضرب 2 = 64، 2 ضرب 2 = 128. في السؤال الثالث، وضع أحمد برنامجا زمنيا مدته أسبوع لحفظ معاني كلمات باللغة العربية كما هو موضح في الجدول الآتي. اليوم عدد الكلمات، في اليوم الأول كلمة واحدة، في الثاني 2، في الثالث 5، بالرابع 10، بالخامس 17. ألف، اكتشف النمط المتبع في عدد الكلمات. لاحظ 1 + 1 = 2 + 3 = 5، 5 + 10 + 7 = 17. إذن قاعدة النمط هي إضافة الأعداد الفردية في كل مرة. من أي عدد بدأ؟ من العدد 1. ب. أكمل الفراغ في الجدول بالأعداد المناسبة. إذا إضافة أعداد فردية 17 + 9 = 26، 26 + 11 العدد الفردي لا تنسى 37. إذا في اليوم السادس 26 كلمة، وباليوم السابع 37 كلمة. جيم، ما مجموع الكلمات التي حفظها أحمد بعد نهاية الأسبوع؟ نجمع الأعداد اللي في الجدول 1 + 2 = 5 + 10 = 17 + 26 + 37، ويكون الناتج 98 كلمة. السؤال الرابع، أكمل النمط بكتابة الأعداد الثلاثة التالية: 1 + 3 = 7 + 13 = 21. نلاحظ أن قاعدة النمط هي إضافة الأعداد الزوجية 1 + 2 = 3 + 4 + 7 + 6 = 13 + 8 = 21 + 10 = 31 + 12 = 34 + 47. ب. النمط هو عبارة عن كسور، لكن المقام ثابت وهو 23 23 23. إذا التغيير فقط على البسط، وقاعدة النمط هي إضافة 3 للبسط فقط: 1 + 3 = 4 + 3 = 7 + 3 = 10 + 3 = 13 + 3 = 16 + 3 = 19. إذا المقام ثابت لكن البسط هو الذي يتغير. السؤال الخامس، اكتب العدد المناسب في الفراغ. لاحظ الأرقام المعطاة هي في الوسط، وقاعدة النمط هي
إضافة 12 في كل مرة إذا اتجهنا هكذا. أما للخلف فأنا أطرح 12، يعني العكس، 58 ناقص 12 46 ناقص 12 34 ناقص 12 22. نكمل الاتجاه الآخر، 82 زائد 12 94 زائد 12 106 زائد 12 118 زائد 12 130. ب نفس الشيء، لكن قاعدة النمط هي إضافة 13 كل ما اتجهنا في هذا الاتجاه. أما الاتجاه الآخر فسيكون العكس، ناقص 13. إذن 61 ناقص 13 48 ناقص 13 35 ناقص 13 22. الاتجاه الآخر 87 زائد 13 100 زائد 13 113 زائد 13 126 زائد 13 139. بالسؤال السادس تحدي، اكتشف النمط ثم اكتب الأعداد الثلاثة التالية. هنشوف 0 1 1 2 3 5 8 13. في هذا النمط القاعدة هي أنه نجمع كل عددين متجاورين ويكون الناتج الرقم الذي بعدها. 0 زائد 1 يساوي 1. طيب 1 زائد 1 2، 1 زائد 2 3، 2 زائد 3 5، 3 زائد 5 8، 5 زائد 8 13، 8 زائد 13 21، 13 زائد 21 34. ونكمل 21 زائد 34 55، 34 زائد 55 89. آخر سؤال، السؤال السابع، رتب صاحب مطعم الطاولات في الصالة المخصصة للطعام كما هو موضح في الشكل الآتي. في كتابك صفحة 74 موضح الشكل اللي ترتبت فيه الطاولات في المطعم. بالشكل الأول كان عندي 8 كراسي، يعني بيستطيع الجلوس على هاي الطاولة 8 أشخاص. بالشكل الثاني طاولتين متلاصقتين حواليها 14 كرسي، بالشكل الثالث 20 كرسي. بنلاحظ من هالنمط 8 14 20 إنه كل مرة بنضيف 6، كل مرة بضيف للشكل 6 كراسي، بضيف كل ما نضيف طاولة بنضيف 6 كراسي. إذن النمط هو 8 14 20 26 32. إذن ما عدد الأشخاص الذين يستطيعون الجلوس حول 5 طاولات متلاصقة كما في الشكل؟ الجواب هو 32 شخص. وهيك بنكون إن شاء الله أنهينا درس الأنماط العددية.